أنا ما كان بدي يصير هيك، صدقيني ما كنت عاملين مفاجأة؟ لما نزعتها مثل العادة كان بتفاجئ. خليل، أنا عن جد بعتذر إني ما اتصلت فيك، نسيت، انشلشت، ما بعرف هيك يعني. أنا بس كان بدي إياك تكوني مبسوطة. فيني أعرف شو كانت المفاجأة؟ يلا شو كنت أعمل لك؟ رحت على أكتر محل بتحبي، حجزت الطاولة اللي كنا نقعد عليها من زمان، حتى قلت لهم يجيبولك الورود اللي أنت بتحبيهم، مع إنه مش موسمهم بس لهون. جهزت الغنية اللي رقصنا عليها بعرسنا. كان بدي اياكي اول ما تفوتي حطوا لنا اياها تنرقص عليها. لحظة، هذا الشيء كله عملته مشان يعني انت حجزت كل المكان كرمالي انا؟ انت من زمان كنت مأكدة من حبي لك، وهلا استغربت من هالمفاجأة الصغيرة. بعتذر نايا، بعتذر لأنه خليتك تشكي بحبي إلك. أنا يمكن ضعت وهربت، بس حبي إلك ما خلص بحياته. أنت رح تضلك أول آخر حب بحياتي. أنا كتير اشتقت لهاد خليل.